السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر قواتنا الشعب المسلحة ويشفي كل مرضى وأوضا حميدا لكل مفقودين سالمين إلى أهلهم. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب المسلحة. أعجن لكم بفيديو جديد مع راكس بسيوني، فيديو جديد جميل لكل بشريات. كده عليكم نحضر فيديو أول حتى من بعدك نجد أقيم معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تتأمنا بالاشتراك في القناة. ندي الناس اطمئنوا عشان الناس يحبوا الوضع الميداني، يعرفوا الحاصل. في ناس بيكونوا تفعيلهم بسيط دارين يعرفوا ويمشوا. نديكم الحاجة الحاصل أول. الحاصل في مدن يا جماعة حاجة فوق الخيال، ضرب ما طبيعي. طيران شغال، استطلاع شغال، ما وقف. اللي بيقول لك ما شغال كذاب. لبع جد، بل جد، جغم جد، كلام ما في شغل. قسما بالله العلي العظيم، مدني نار نار عديل. شفت يدخلوا البيوت يجيهم لك البراؤون مسير، يطلعوا ببرا يجيهم لك الميج. ما فاهمين حاجة، قسما بالله العظيم ما فاهمين حاجة. الجنجويت هناك والله ما فاهمين حاجة. ساقوا أولاد الناس المستنفرين، ودعنا اللي كلمناهم زمان قلنا لهم حيودوكم هناك يبيدوكم تنتهوا للأسف، وأحسن ذاته تنتهوا لأنكم أنتم رخاص. نعمل لكم كلمناكم وعيناكم في النهاية. ساقوا كمية بتاعت مستنفرين من المناطق وبيمشوا يقدمون قربان للطيران عشان يكتشفوا الطيران وين، عشان يكشفوا وين بيقدموا المساكين دي. خلوه يمشوا للآخرة. لكن يا جماعة بشركم، مدني فيها شغل ما طبيعي، مدني فيها شغل ما طبيعي. جيش 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 من كل الاتجاهات، مدني مقفلة الجزيرة كلها اتحاوطت. وقسما بالله العظيم متحركات جات دخلت الجزيرة الآن متحاوطة. ما بنقول لك وين، ما في داعي. عندي والله عندي الفيديو وقسما بالله، لكن ما بننشر. والله متحركات تخلع تخلع. انا تسمع كلام ماشيين القضاري وماشيين الفاو كده، بس هنا اللي يطلعوا اللي يطلعوا يمدوا راسهم. وما قاعدين دي الكابسين ماشيين مضيقين، وبهنا مضيقين من جهة المناقل جهة الجزيرة ماشيين دي جاي، ومن جهة سنار من كل الاتجاهات. الان ناس كيكل قاعدين اخر هناك فوق على ام الغرة، تكتم بهنا كل زوم بيلم البقج وبيمشي. ودي الحقيقة، الما منا كذب ولا لف ولا دوران. الناس دي اللي انتهوا انتهوا انتهوا. جاي وطن جاي وطن، الطيران شغالة يا جماعة، الناس شغالين، هيئة العمليات شغالة، براؤون شغالين، قوات العمل الخاص شغالة، جيش شغال، ما في وقفة. الناس شغالين، ما زال بتاعت وقت. الناس تصبر، الناس تستحمل، الناس تغاوي، ما زال بتاعت وقت. بيرسلوا لك بيقول لك الحق الآن، التكينة اتحاصرت، الحق الآن، المعلق اتحاصرت. كل يوم بيمشوا مشوا المعالق، امس مشوا الدبيبات، الدبيبه حاصره. انا كنت برطم زمان، انا ما كنت برطم، كنت بتكلم عربي، قلت لكم حيجيكم واحد واحد غريه غريه حيعملوا نفسهم ما شغالين بيكسح. احنا هنا واحنا اديناك الامان وما تشتوا، خلوك امشوا لغريه ابدوا بواحد هنا، امشوا نفضوها انتهوا منها، امشوا للغرية الثانية ينفضوها انتهوا منها. غرية غرية، أنا كلمتكم، أنتوا دارين كلامي ولا دارين اللعب واللف والدوران؟ الغورة كلها تطلع وقت واحد. ده خياركم، اللي بيموت يموت واللي بيعيش يعيش، لكن في النهاية بتحرروا بلدكم. دي 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 ده ده السلاح من الأول المفروض يحصل. نمشي لبدرمان يا جماعه، بدرمان الشغله ماشيه زي ما مرتب ليها كلام والله، ولا لف ولا دوران. بدرمان لبع في كل مكان، باقي 500 متر من الاذاعه محاصره، طلع غايد من هناك الاذاعه، بلوا لك طوالي جغموا لك ولا كذبوا جغموا الاذاعه. شفتها ولا نمله لما تطلع ولا تخش، شغله كاتمه فوق تحت ولا نفس ما في، ولا شفت ولا. كل مره بيحلوا بشنو بيحلون؟ بيحلون رجاله؟ لا، الطابور الفوق بيسحب الجيش ولا التعليمات بتجي ينسحبوا. المرة دي والله ما في عسكري ينسحب، والله ما في عسكري ينسحب من الإذاعة،
ولا في ضابط بيرجع لي ورا. والله لو جاونا القرار من الانتربول، الناس دي اللي قاعدين اللي يحرروا اللي زعانه. اقول لك الكلام، ما في تعليمات بترجع الان العسكري الواقف قدام الاذاعه باقي له 200 متر 300 متر، والله ما في تعليمات ترجعه. خلاص الشغله وعي تاني، الناس دي واقفين الاذاعه الاذاعه واقفين ليها كده الان، قاعدين واقفين سداري ولا كلمه. جنجويد ولا قادر يبلع ريقه ولا قادر يعمل حاجه، ولا نفس ما في، ولا مخرج ما في، ولا مخرج ما في من الإذاعة. قاعدين دار الرياضة، درمان القديمة، عباسية، موردة، عندهم بس وجود شوية في حي الأمر، ما عندهم حاجة. والله وجودهم ما فايت 60، ولو ما الأسرى معهم في الإذاعة والله زماني كانت انجهمت، لانه الاذاعه فيها متفجرات وفيها وفيها وفيها، وديل عاملين نفسهم بيساوموا. وطبعا فوق مما يقرب الجيش بيطلع الناس الفوق، العملاء الفوق. شغله بقت خلاص خواتيم، اتدقت ضربه هناك في معسكر يوم قرب، ضربه قويه خلاص كميه بتاعت فجاه جات لك، ولا شايفين ولا عارفين، في ونسه وفي قضب وفي نفخون، جغمتهم كلهم، جغمتهم كلهم ما خلت فيهم نفخ النار. ودون هناك المقطعين ودون اتجاه غرب المصفى، ودون بهناك مستوصف ولا مستيف، ولا ودون رقدون بهناك وعالجوا فيهم. لكن في جغيم ما طبيعي، شرق النيل مدوره، شرق النيل دي ما وقفت، مدافع، طيران مسير، كل حاجه مدوره، لبع ما طبيعي يا جماعه. الحاجه دي خلاص، المواضيع دي انتهت، احنا المواضيع بتاعت الحرب دي انتهت، حارب انتهت. مطار قلنا لك الجنينه وصلوها نياله، شغالين فيها الزرق، شغالين فيها الشغل ده، كل الجبهات في نفس الوقت. احنا ما كنا بنشتغل شغل زي ده، احنا كنا بنشتغل حته وبنديهم مجال انه يفزعوا اخوانهم في الحته الفلانيه. الان الخرطوم كلها مدوره في نفس الوقت، السودان كله مدور في نفس الوقت، يعني بتاع مدني هناك داير اللي بيفزعوا، تجي بتاع الخرطوم داير اللي بيفزعوا، تمشي بتاع درمان داير اللي بيفزعوا، تمشي بتاع الصالحه في تولو داير اللي بيفزعوا، تمشي بتاع الجبل داير اللي بيفزعوا، تمشي بهناك ناس النيل الابيض اللعوي والقطينه دايرين اللي بيفزعوا. الجيش شغال بالخطه دي، ده شغل عجيب، شفته في نفس الزمن نفس التايم. الان زمانك مثلا ناس حصل حاجه في اتحاد، بيقوموا يجوا ناس الصالحه يقولوا غطوا ليهم بهنا. الان وين؟ الان في شغل في الفتيحه، في شغل في نفس الزمن في الصالحه، في شغل في نفس الزمن في ام درمان القديمه، في شغل في نفس الزمن جهات ام بدات ورا، في شغل كل المناطق نفس الزمن. يعني نظام الفزع ده احنا عملنا ليه؟ انتهى. زمانك معتمدين على الفزعه، يجيبوا القوه كلها مجرد ما تحصل حاجه يتلقطوا من هناك التليفونات، وكان الشغل ده كان شغل بالنسبه لهم مساعده. الان ما في الشغل ده، الان نفس الزمن نفس التايم في كل السودان، يعني الضرب اللي بيحصل في الغرب في الجنينه في نياله في نفس الزمن، في الزرق في كل نفس الزمن، شرق الجزيره جنوب الجزيره هنا كل نفس التايم نفس الزمن، كل الناس مدوره. ودي ما خلاص انا قلت لك ده اللجام، لا اللجام، لا ده ما اللجام، لسه اللجام لسه الساعة صفر في اليوم، الليلة احتمال الساعة 12 بالليل، بكرة الساعة 12 ظهور، ما معروف، لكن اللجام أضعاف منها. الطيران كله الآن جاهز، هليكوبترات كلها جاهزة، أنتينوف كله جاهز، ميت جاهز، الكيتت جاهز، السيخوي جاهز. يا جماعة الشغل ما شاء الله تبارك الله، شغل المؤسسة العسكرية مليون المية، مليون المية. نمشي لحاجة مهمة يا جماعة، مهمة جدا. شفنا صور طلعت وشفنا على صادق ده، اساسا احنا ما مقتنعين بوزير خارجي، ولا يصلح يكون سفير، خليه وزير، سفير يكون سفير، ومش سفير يودوه في الصومال، سفيرنا في الصومال ما 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 بيصلح، ما عنده حاجه الزول ده. فكانوا في سفراء عاملين لهم جروب بتاع السفراء عشان يتواصلوا ويقولوا اقتراحاتهم، وكل زول يقول، معظم السفراء السودانيين كانوا بيدينوا وكانوا بيتكلموا في الجروب، يعني بيتكلموا
وفي انه من السفراء قالوا دي الامارات، عديل كتبوها في الجروب دي الامارات، قالوا دي الامارات، عديل قالوا دي الامارات، سفراء قالوا كده. صدق يا مؤمن، دخلون على صادق ده قال لهم حزاري حزاري سفير يكتب دي الامارات، حزاري تتكلموا في الامارات، تاني ما في زول يتكلم في الامارات. كان بيمشي يقعد مع السفير التشادي. السفير التشادي ده منه؟ ده بلده بتدخل الدعم وفاتحه قاعده حربيه، دي اللي بيقتلوا في اولادنا، دي البلد اللي بتجيب السلاح، دي البلد اللي بتدخل المتمردين، دي البلد اللي بتجند الناس عشان يجوا يقاتلوا في الشعب السوداني، ودي الحقيقه. كونك تمشي تقعد معاه دي حارب، دي ما مشكله في حدود ولا مشكله في تصريحات، دي ما مشكله في حرب، فيها ناس بتموت، فيها ناس اتشردت، فيها حراير اغتصبوها، فيها بلد اتدمرت واتنهبت. كونك تمشي تقعد لي مع الزول اليوم داك يتكلم وطرد السفير السوداني من تشاد وتمشي تقعد معاه، معناته انت واطي. في ناس بتخاف على في حاجه اسمها الامن الوطني، الامن الوطني ده خط احمر عند الدول، الا عندنا نحن امننا الوطني عباره عن شوارع مفتحه 580 باب تخش بكل مكان، ده امننا الوطني. امننا الوطني ده عباره عن شوارع بس تخش ساي. امننا الوطني بيجوا يلعبوا بيه، ودول نحن كنا بنعين رئيسه لما نيجي يعملوا انقلاب في دولتهم بيجوا يستشيرونا، نحن دارين نعمل انقلاب، احنا نقول لهم اعملوا ولا ما تعملوا. لك التحية بسويني، كلام جميل جدا يا اخوانا. المعارك في الختام، وكلام يا ناس الجزيرة اخوانا، كل القرى لازم تتحد في وقت واحد عشان تطلع تطرد الجنجويد ديل. زي ما قال بسويني، اذا انتظرتوا الناس ديل بيجوكم قرية قرية، لانه الناس بيستخدم سياسة انه انا هنا معاكم و ايه جايين نحميكم، هو هم اصلا الناس خايفين منهم. فالناس لازم تتحد، والاذاعه والتلفزيون برضه حصار شغال فل، ناس ان شاء الله تتحرر في يوم او اي وقت، ممكن اذاعه والتلفزيون تتحرر، ويمكن ناس يصلوا صلاه الجمعه في مسجد نيلين ان شاء الله. فزي ما قلت تاني، الناس رجوع ما في جيش كده يرجع ورا ما في. فنتمنى انه الناس ما يحصل مرحله انه الناس يخالفوا تعليمات، لان مخالفه التعليم هو خراب للجيش. فنتمنى انه ما يحصل حاجه زي دي. فبرضه جلوس وزير الخارجيه مع سفير التشاد الجنجوي برضه ده عار والله بالنسبه للسودان كله. فان شاء الله ده نهايته مقرب، مهما عملوا الشعب صاحي وحارس وطنه، مهما عملوا القياده الفوق ما يقدر يعمل حاجه، لانه تاني خلاص الشعب شال سلاح كله وقادر انه يحمي نفسه. فان شاء الله نصر حليف لقواتنا الشعب المسلح.